في البدء أود أعزائي التلاميذ أن أذكركم بدرس الاستعارة. فالاستعارة هي في الأصل تشبيه ناقص الأداة ووجه الشبه وأحد الطرفين. وللاستعارة أقسام، منها المرشحة والمجردة والمكنية والتصريحية والتبعية والأصلية. سنتوقف عزيزي التلميذ عند الاستعارة الأصلية والتبعية. الاستعارة الأصلية هي التي يكون اللفظ المستعار اسماً جامداً. كيف؟ إذا أخذنا المثال عزيزي التلميذ: أحبك يا شمس الزمان وبدره. نلاحظ أن المنادى جاء غير عاقلاً الذي هو الشمس والبدر، وأن الأصل في النداء هو الطلب الامتثال والحضور، ويكون موجهاً للعاقل. وبالتالي فالمنادى هنا هو مجازي وليس حقيقي. فالأصل في المعنى الحقيقي أن الخطاب موجه إلى الموضوع الممدوح الذي هو سيف الدولة. أحبك يا شمس الزمان وبدره. فلفظة شمس هي المستعار منه، وكذا لفظة بدر، وكلاهما جاء اسما جامدا، أما المستعار له فهو الممدوح. إذا تقع الاستعارة الأصلية في الأسماء الجامدة، والأسماء الجامدة عزيزي التلميذ هي التي لا يمكننا أن نشتق منها أحد المشتقات العشر، كالفعل واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وغيرها. أما الاستعارة التبعية التي تكون باللفظ المشتق، كما في المثال عزيزي التلميذ في قوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. نلاحظ هنا أن الاستعارة وقعت على لفظ مشتق وهو المرقد، والمرقد هنا المقصود به القبر، وهو مكان الرقود النهائي، والمستعار له مكان الرقود، المستعار منه القبر، والمرقد هو اسم مشتق. إذا لعلك الآن عزيزي التلميذ ميزت بين الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. أذكر، الاستعارة الأصلية تكون في جميع الأسماء الجامدة، والاستعارة التبعية تكون في جميع المشتقات. تأكد عزيزي التلميذ ورتب معلوماتك من خلال هذا التقويم المرحلي. المطلوب منك الآن أن تقوم بالتمرين التالي. لديك مثالين. المثال الأول: جاء عندي قمر. المطلوب منك حدد نوع الاستعارة. المطلوب الثاني تعليل الجواب، بمعنى إذا حددت نوع الاستعارة فعليك أن تعلل جوابك، بمعنى هل وقعت الاستعارة على اللفظ المشتق أم اللفظ الجامد. المثال الثاني: السيئات تأكل الحسنات. المطلوب منك أن تحدد نوع الاستعارة وأن تعلل جوابك. بإنجازك عزيزي التلميذ لهذا التمرين، تأكد أنك استطعت أن تميز بين الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية.
نستنتج عزيزي التلميذ أن الاستعارة الأصلية تكون في الأسماء الجامدة وتكون التبعية في المشتقات، وتكون أيضا الاستعارة بالحروف كما في قوله تعالى، لاحظ عزيزي التلميذ، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون، لاحظ عزيزي التلميذ، لماذا التقطه آل فرعون؟ جاءت اللام هنا لتبين علة الالتقاط، والأصل في المتوقع عزيزي التلميذ أن يكون لهم محبة ومسرة. لاحظوا أن ما جاء بعد اللام بجامع الترتيب خرق المتوقع، بمعنى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فجاءت لفظة عدوا وحزنا مستعارا منه، أي مشبه به، فشبهت المسرة والحب بالعداء وبالحزن، وهذا عزيزي التلميذ داخل في إطار البيان أو الإعجاز البياني في القرآن الكريم. إليك مثالا آخر، يقول تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل. لاحظ عزيزي التلميذ أن الاستعارة وقعت على الحرف الذي هو حرف جر في، وفي كما تعلم عزيزي التلميذ تفيد الامتداد في الزمن، الامتداد في الزمن، والأصل في المعنى عزيزي التلميذ حين تقول صلبت فلان تقول على، التي تفيد الظرفية المكانية. ومنتهى الإعجاز البياني هنا في القرآن الكريم أن التحول من الظرفية المكانية إلى الظرفية الزمانية هي لغاية، هي أن التصليب والجزاء يكون في الامتداد في الزمن وليس في الظرفية المكانية. تقويم إجمالي عزيزي التلميذ، المطلوب منك من خلال ما سبق أن تكون جملتين تتضمنان استعارة أصلية وأخرى تبعية، بمعنى أن تعطي مثالين عن الاستعارة الأصلية ومثالين عن الاستعارة التبعية، وبهذا عزيزي التلميذ تكون قد فهمت الدرس وتكون قد استوعبت المطلوب. إذن لا بأس أذكر عزيزي التلميذ أن الاستعارة هي تشبيه ناقص أحد الطرفين وناقص الأداة وناقص وجه الشبه، وأن الاستعارة أقسام هي الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية والاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية والاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. موضوع الدرس عزيزي التلميذ كان هو الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. لاحظ عزيزي التلميذ أنك كلما تكلمت عن استعارة تصريحية إلا وتكلمت عن استعارة أصلية، أي أن الاستعارة الأصلية تكون دائما استعارة تبعية، وأنك كلما تكلمت عزيزي التلميذ عن الاستعارة التبعية كلما تكلمت عن الاستعارة المكنية، وأن الاستعارة الأصلية عزيزي التلميذ تكون في الأسماء الجامدة، وهي الأسماء كما ذكرنا التي لا يمكننا أن نشتق منها أحد المشتقات العشر، وأعتقد عزيزي التلميذ أنك تعرف ما هي المشتقات العشر، وهذا درس قد أخذته منذ مرحلة
الابتدائي. أما الاستعارة التبعية عزيزي التلميذ فتكون في المشتقات. أعيد أن الاستعارة الأصلية تكون في الأسماء الجامدة، والاستعارة التبعية تكون في المشتقات، كما لاحظت في قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا هذا. فالمرقد تحتمل الفعل رقد يرقد، فهو راقد. إذن فالمرقد اسم مشتق، فالاستعارة إذن تكون هنا بالأسماء المشتقة. عزيزي التلميذ، لاحظ أن الاستعارة في نهاية المطاف هي ضرب من المجاز، هي ضرب من المجاز، ومعناه أن يراد بالحق، أن يراد باللفظ ما غير ما وضع له أصلا. أعيد، أن يراد باللفظ غير ما أريد له أصلا، أي أن تخرج من معنى حقيقي إلى معنى مجازي. ولاحظ أيضا عزيزي التلميذ أن الاستعارة هي أحد فروع علم البيان الثلاث، التي هي علم البديع، وعلم المعاني، وعلم البيان. أتمنى أن تكون عزيزي التلميذ قد أحط بمجموعة من المعارف التي تغني رصيدك اللغوي ورصيدك البلاغي، وأتمنى أيضا أن تتمكن من توظيف هذه المعلومات في إنجازاتك، وفي أيضا المطلوب منك فيما يخص التحليل وإنجاز النصوص المقالية. وحظا سعيدا عزيزي التلميذ.